مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات المسيرة هذا الصباح الجميل، وانطلاقة أخرى من انطلاقات الإثارة وشوطنا الخامس عشر في مجموع الأشواط والشوط الخامس عشر المخصص هنا للحجايق لبكار لأبناء القبائل على أرضية ميدان دستور. نتابع الانطلاقة، نتابع الصدارة، نتابع المركز الأول، وعند بالكديدة من تسيطر على زمام الأمور سرابة سلطان بن حميد بالكديدة الفلاسي، من تأتينا على الصدارة وعلى المركز الاول سلهودة، في المركز الثاني عيلان بن حميد بن واس لقتبي، بينما المركز الثالث هنا الشامخة لمحمد بن سلطان بن مرخان لقتبي، بينما المركز الرابع والتواجد في هذه الانطلاقة هملولة راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد، من تاتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع بهذا في المركز الرابع المركز الخامس، المركز الخامس وتتواجد وثب عبد الله بن سعيد بن عامر النيادي، والوصول هنا من نهاية للسيد محمد بن جعفر بن مرخان لقتبي، من تنطلق سادسا في هذه الإثارة. المركز السابع، المركز السابع الواصل لسعيد بن حمد بن مصرح لحبابي، والوصول هنا من سلهودة غانم بن أحمد بن ديلان المزروعي، من تتواجد بهذه الانطلاقة. وهناك أيضا عند الحميدي بن سالم العمري مع اغتيال، وعلى المركز العاشر تأتي هملولة سلطان بن حميد بن ثابت لوهيبي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق التحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. ولكن بنعود إلى الصدارة، بنعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى سرابة، ما زالت متواجدة على المركز الأول سلطان بن حميد بالكديدة الفلاسي، من تتواجد على الصدارة على المركز الأول، وهملولة هملولة على ثاني المراكز راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد، من تأتينا على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث هملولة سلطان بن حميد بن ثابت لوهيبي، والحميدي بن سالم بن حمود العمري مع اغتيال على رابع المراكز، وفي المركز الخامس هنا تأتينا الشامخة لمحمد بن سلطان بن مرخان لقتبي، والوصول هنا ايضا بهذه الانطلاقة من دمعة 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 مطر بن غانم بن مصر بالقبة المنصوري مع دمعة على المركز السادس، وفي المركز السابع الحذرة السالم بن خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي، من تنطلق على المركز السابع، وفي المركز الثامن هناك ايضا التواجد في هذه اللحظات من مياسة عبد الله بن رملي بن محمد العامري، ولا هنا سلهودة عيلان بن حميد بن واس، من تنطلق بهذا الاداء، وبن معيصم ايضا يتواجد هنا حميد بن محمد بن معيصم الفلاسي. ولكن نعود الى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى التغييرات الذي بدأت تطرو على المقدمة من هملولة راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد، من ينطلق مع هملولة وبن ثابت من الجانب الآخر، مع هملولة الأخرى سلطان بن حميد بن ثابت المنصور هنا أيضا لوهيبي في هذا الانطلاق في هذا التحدي في الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ولكن هنا الله هملولة وهملولة في صراع، في صراع وتحدي، هملولة راهد بن سعيد بن محمد بن مروشد على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، من تنطلق هذا الشاب الناشئ الذي ينطلق دائما وأبدا بالتحديات وبالإثارة، مع هملولة على الصدارة، هملولة على المقدمة وعلى المركز الأول، المركز الثاني هملولة سلطان بن حميد بن ثابت لوهيبي، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة والتحدي، والقادمة القادمة هنا أيضا لفحة لمبارك بن معب بن مطر لخيالي، ولكن هملولة سلام ند الشبة، سلام سلام على هذا الأداء الجميل، تهانينا راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد المركز الثاني، سلطان بن حميد بن ثابت المركز الثالث، للسيد مبارك بن معب بن مطر الخيالي المركز الرابع، عبد الله بن رملي العامري، وفي المركز الخامس
السالم مقلب ابو ضبيب سليمان الشامسي من وصلت على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى. واستطاعت مشاهدينا الكرام هملولة بهذا العرض الجميل والأداء الأجمل هنا 4:40 وفاء وتماما وكمالا، هو التوقيت الزمني لهملولة. تهانينا راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد على هذا الأداء الجميل، شكرا يا شاب الناشئ على هذا الأداء المميز. بينما المركز الثاني كانت هملولة وقدمت على عليه سلطان بن حميد بن ثابت لوهيبي من أدتنا على ثاني المراكز القادمة أيضا من السلطنة، وقدمت 4:40 خمسا من الأجزاء من الثانية. بينما صاحبة المركز الثالث القادمة من رباح لفحل مبارك بن معبد مطر بن مايد الخيلي بتوقيت زمني مقداره 4:41 جزء واحد من الثانية، هو توقيتها الزمني. تهانينا للجميع.